شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين الشعائر الفاطميه تمثل مفرده هامه من مفردات الشعائر الدينيه ومن الضروري علينا جميعا ان نهتم باقامه هذه الشعائر وبالمشاركه فيها وباسنادها بمختلف انواع الاسناد الذي يتمكن ان يلبس الملابس السوداء في هذه المناسبه يفعل ذلك والذي يتمكن ان يشارك في الماتم التي تقام بهذه المناسبه في ايام جماده الاولى وجماده الثانيه يقوم بذلك والذي يتمكن ان يقيم في بيته ماتما باسم الصديقه الكبرى فاطمه صلوات الله عليها يقوم بذلك والذي يتمكن ان يشارك في المسيرات التي تنطلق بهذه المناسبه الاليمه يفعل ذلك والذي يتمكن ان يطبع الكتب التي تتحدث عن حياه الصديقه الكبرى صلوات الله عليها وعن مقاماتها وعظمتها عند الله يفعل ذلك الى غير ذلك من اشكال الدعم والاسناد لماذا ينبغي علينا جميعا ان نحيي هذه الذكرى وان نحيي هذه الشعائر اذكر في هذه العجاله ثلاثه منطلقات المنطلق الاول ان احياء هذه الشعائر يمثل مظهرا من مظاهر المودة في القربى مئة وأربعة وعشرون الف نبي حملوا رسالة الله سبحانه وتعالى إلى البشر وتحملوا مختلف صنوف الآلام والمشكلات في سبيل تبليغ هذه الرساله ولكننا لم نجد فيما بلغنا من التاريخ ان احدا منهم طلب اجرا على تبليغ رسالته كان منطقهم جميعا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نبي الله شعيب، كان هذا منطقه. نبي الله صالح، كان هذا منطقه. نبي الله نوح، كانت هذه هي الكلمه التي قالها لقومه نبي الله لوط كان هذا هو منطقه نبي الله هود على نبينا واله وعليهم الصلاه والسلام كان هذا هو منطقه وما اسالكم عليه من اجر انا لا اتوقع منكم اجرا ان اجري الا على رب العالمين ولكن في تاريخ النبوات والرسالات الالهيه نجد استثناء واحدا فقط فيما بلغنا وقد تمثل هذا الاستثناء في شخص خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه واله. النبي صلى الله عليه واله طلب الاجر على تبليغه وهدايته لهذه الامه وانقاذه لها من الظلمات الى النور. وما اعظم حق النبي صلى الله عليه واله على هذه الامه بل على هذه البشريه جميعا النبي الاعظم صلى الله عليه واله لقاء هذه الاتعاب وهذه الالام وهذا التبليغ طلب اجرا واحدا القران الكريم يقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى هذا هو الاجر الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه واله طبعا هنالك ايه اخرى تبين ان فائده هذا الاجر المطلوب تعود إلى الأمة ذاتها الله تعالى يقول في آية أخرى لسان نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله ما سألتكم من أجر فهو لكم هذا مثل أنه المريض يراجع الطبيب الطبيب يقوم بمعاينته وفحصه ثم يكتب له وصفه وعندما يساله المريض ما هو الاجر الذي اقدمه لك يقول الطبيب انني لا اسالك اجرا الا ان تعمل بما في هذه الوصفه الطبيه هذا اجر تعود فائدته الى نفس المريض "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ما سألتكم من أجر فهو لكم، أنتم المنتفعون، وأنتم المستفيدون من المودة في القربى" من أين نعرف أن المودة موجودة؟ يمكن واحد يقول انا اود النبي صلى الله عليه واله، واود قرب النبي صلى الله عليه واله. الموده موطنها القلب، محلها القلب. الموده تحتاج الى مظهر. اذا لم يكن للموده مظهر، فكيف نكتشف وجود هذه المودة. العلماء يقولون المودة هي المحبة المظهرة، الحب يجب أن يظهر، عندما تقول إنني أحب النبي صلى الله عليه وآله، أود النبي صلى الله عليه وآله، أود الصديقة الزهراء صلوات الله عليها، هذه المودة تحتاج إلى مظهر. اذا لم يكن هنالك مظهر فهذا يعني ان الموده غير موجود المظهر مظهر الموده كيف يكون مظهر الموده طبعا الموده عندما تكون في درجاتها الرفيعه فإنها تغلف كل حياة الإنسان، ولكننا نذكر بعض مظاهر المودة، عندما يكون له بنت يسميها زهراء، أو يسميها فاطمة، عندما نريد أن نسمي شارعاً، نسمي هذا الشارع باسم الزهراء، أو باسم فاطمة، الشخص الذي لا يسمي بنته بزهراء أو بفاطمة، أو بأسماء أهل البيت صلوات الله عليهم، هنالك عوائل كبيرة ينقل أنه لا يوجد فيها لا في رجالها ولا في نسائها اسم من اسماء اهل البيت صلوات الله عليه اذا العائله لا يكون فيها اسم من اسماء اهل البيت صلوات الله عليه اذا الشوارع لم نجعلها باسماء اهل البيت اذا لم نكتب كتبا حول اهل البيت اذا في مناهجنا التي تدرس في المدارس لا نتحدث عن اهل البيت في بعض المناهج يتحدثون عن فاطمه زوجه عمر بن عبد العزيز ولا يتحدثون عن فاطمه بنت خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه واله إذا في إذاعاتنا وتلفزيوناتنا وقنواتنا الفضائية وصحفنا وكتبنا لم نذكر أحاديث أهل البيت، فأين هي المودة؟ كيف تكون هنالك مودة ولا يوجد لها مظهر؟ إذا فقه أهل البيت لم يدرس في كلياتنا وجامعاتنا، أين تكون المودة؟ المودة تحتاج إلى مظهر، وهذه هي مظاهر المودة. إذا لم نحتفل بميلاد الزهراء صلوات الله عليها، إذا لم نحتفِ بذكرى شهادتها في أيام جمادى الأولى وجمادى الثانية، فكيف يمكن أن ندعي أننا نحبها ونودها؟ إذن الضرورة الأولى التي تفرض علينا إقامة الشعائر الفاطمية هي أنها تمثل مظهرا من مظاهر المودة في القرب، الضرورة الثانية التي تفرض علينا الاهتمام بإقامة هذه الشعائر وإسنادها بمختلف أنواع الإسناد والدعم، هي أن هذه الشعائر، هذه المآتم، هذه المجالس، تمثل إحدى الضمانات الأكيدة لحفظ هويتنا، ولحفظ كياننا، احنا الان نعيش تحدي حضاري كبير هذا التحدي الحضاري كان دائما وكان في كل وقت ولكنه الان مزود بقوى لم تتح له في يوم من الايام على مر التاريخ الوف القنوات الفضائيه الصحف، المجلات، الجرائد، شبكات الإنترنت، هذه كلها توجه إلى أمتنا إلى مجتمعنا إلى شبابنا إلى أولادنا، حتى تسلب منهم هويتهم. كيف نتمكن؟ في مواجهه هذا التحدي الحضاري الثقافي ان نحفظ هويتنا ان نحفظ اصالتنا احدى العوامل المهمه في حفظ الهويه هي هذه الشعائر وهذه المجالس ان تقارنوا بين فردين فرد نما في هذه الاجواء وفرد بعيد عن هذه الاجواء الفرد الذي ينمو في هذه الاجواء في اجواء خاتم الانبياء صلى الله عليه واله في اجواء امير المؤمنين في اجواء الصديقه الكبرى في اجواء ائمه اهل البيت صلوات الله عليهم من ايام طفولته عندما فتح عينه فتح عينه على اسماء محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين الى الامام المهدي صلوات الله عليهم اجمعين هذا الذي ارتبط بهذه الرموز من الطبيعي ان يرتبط بهذه الحضاره من الطبيعي ان يحمل اصاله تشده الى هذه القيم تشده الى دينه تشده الى حضارته تشده الى تاريخه ولاحظوا شخص بعيد عن هذه الاجواء الفرق بينهما واضح، هؤلاء الذين نموا في هذه الاجواء حتى عندما ذهبوا الى البلاد الغربية التي يكون فيها التحدي الحضاري على اشد، هؤلاء حافظوا على هويتهم، ما ذابوا في تلك المجتمعات. بل كانوا كثير منهم حملت لواء الدين والفضيله والقيم في تلك المجتمعات لان هذه الرموز اعطتهم الاصاله وحفظت لهم هويتهم الى هذه الايام الى هذه الاعوام تجدون ان تلك المجالس، وتلك المآتم، وتلك الشعائر تقام في تلك البلاد. بينما الافراد الذين عاشوا بعيدا عن هذه الاجواء كثير منهم فقدوا هويتهم واصالتهم. عندما الفرد يفقد هويته، يفقد أصالته، لا يخسر آخرته فقط، وإنما يخسر دنياه أيضاً. لاحظوا هذا الشاهد، وما أكثر هذه الشواهد. أب وأم عندهم ابن، المفروض أن هذا الابن يكون مفخرة لهذه العائلة. أن يشد أزر أبيه وأمه عندما يكبر، ولكن بدل ذلك لأن هذا الشاب عاش في تلك الأجواء، الأجواء المضادة، أجواء القنوات الفضائية الهابطة، وإذا بهذا الشاب ينحرف ويبتعد، ويصبح عارا على والديه في بلده، قلب الاب وقلب الام لم يعد يستطيع ان يتحمل مشاهده هذا الشاب، لاحظوا الفرق الكبير بين اب وام يفتخر بولده بابنه ببنته واب وام يفجعان بولدهما هذه فجيعه الاب والام لم يستطيعا ان يشاهدا وجود هذا الشاب يعني ابتعد كثير واضطر هذان الأبوان أن يهاجرا من ذلك البلد إلى بلد آخر حتى لا يعيشون في بلد يعيش فيه ابنه لاحظوا الفرق بين هذا وبين ذاك روحوا إلى السجون لاحظوا هؤلاء الذين ادمنوا المخدرات هؤلاء السراق هؤلاء القتله تجدون ان الغالبيه منهم لم يعيشوا في هذه الاجواء الذي يعيش في اجواء اهل البيت صلوات الله عليهم في مجالس اهل البيت في مواكب أهل البيت لا يمكنه عادة أن يكون قاتلا أو يكون سارقا أو يكون مفسدا في الأرض أنبل القيم الإنسانية تتمثل في الذين يعيشون أجواء أهل البيت صلوات الله عليهم إذن الضرورة الأولى هي الضرورة الدينية أنها مظهر من مظاهر ودك لذي القرب الضرورة الثانية هي الضرورة الاجتماعية والضرورة الحضارية وهنالك ضرورة ثالثة نشير إليها على نحو الإجمال نحن نعتقد ان وراء المعادلات الطبيعيه توجد هنالك معادلات غيبيه هذا الكون لا يتلخص في المعادلات الطبيعيه توجد هنالك معادلات غيبيه توجد هنالك اراده ربانيه قاهره الارتباط باهل البيت، الارتباط بالنبي الاعظم صلى الله عليه واله واهل بيته الطاهرين. الالتجاء اليهم، التوسل بهم، هذا مفتاح مهم من مفاتيح تلك المعادلات الغيبيه. انا اذكر لكم بعض النماذج وما اكثر هذه النماذج التي نشاهدها ونسمع بها في كل يوم. اذكر لكم بعض النماذج. ابن المحدث القمي الشيخ عباس القمي رحمه الله عليه يقول: سالت والدي هذا كتابك مفاتيح الجنان لماذا له هذه الجلاله مفاتيح الجنان لعلكم قل ان تجدوا بيتا من بيوت اتباع اهل البيت صلوات الله عليهم ولا يوجد فيه هذا الكتاب عندما تذهبون الى العتبات المشرفه في النجف الاشرف في كربلاء في الكاظميه في سامراء في سوريا في مشهد وحتى في مكه والمدينه وغيرهما تجدون مفاتيح الجنان له حضور متميز بعد القران الكريم سألت والدي لماذا هذه الجلالة لمفاتيح الجنان مع أن كثير من كتب الأدعية كتبت فقال والدي لأنني الشيخ عباس القمي رحمه الله قال لأنه بعد أن أنهيت كتابة هذا الكتاب أهديت ثوابه إلى الروح المطهرة للصديقة الزهراء صلوات الله عليها، هذا الارتباط كان هو العامل في هذه البركة، الزهراء صلوات الله عليها من ألقابها أو من أسمائها المباركة، هي مباركة في كل أبعادها وكل ما يرتبط بها يكون مباركا وجعلني مباركا اينما كنت هذا بعد من الابعاد الغيبيه القضيه الثانيه رجل من المجاهدين في سبيل الله، حكم عليه بالسجن ثمانية أعوام من قبل حكومة جائرة، بعد مرور عام ضاق قلبه بهذه الأجواء التي يعيش فيها، أجواء السجن وأجواء التعذيب، وأجواء الإهانة، ضاق ذرعاً بهذه الأجواء، وفجأة خطر في باله ورد يقرأ للنجاة من المشكلات، كل واحد منا يعيش مشكلات، طبيعة هذه الحياة، طبيعة المشكلات، ولكن الله تعالى جعل طرقا طبيعيه واخرى غيبيه للخلاص من هذه المشكلات، فاخذ يكرر هذا الورد، اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها. والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك هذا الورد يكرر خمسمئه وثلاثين مره كان قد بقي سبعه اعوام من المده المقرره وبعد ان قرا هذا الورد واستغاث بسيدته ومولاته الصديقه الكبرى فاطمه صلوات الله عليها لم تمض ساعتان واذا بقرار الافراج عنه يصدر ويخرج من السجن القضيه الثالثه رجل تزوج ولم يرزق ذريه وكلما تردد على الاطباء وعلى المستشفيات لم يجد العلاج الى ان فكر في الذهاب الى بلد اخر لانه في ذلك البلد الاخر يوجد هنالك مجمع طبي ضخم لعلاج هذه الحالات سافر الى البلد الاخر وظل مده هنالك واشرف الاطباء على علاجه وفي اللقاء الاخير قال له الطبيب لا فائده من المحاوله لا تحاول بعد ذلك الامل مفقود الامل ربما ينتهي بالمعادلات الطبيعية، ولكن أمل المؤمن يظل قويا بالإرادة الإلهية القاهرة والقادرة. سبع سنوات كانت قد مضت على زواج هذا الرجل. أنا أعرف كثير من الأفراد بعد أعوام طويلة من زواجهم، توسلوا بأهل البيت صلوات الله عليهم الله تعالى يقول وابتغوا إليه الوسيلة لا عجب أن يكون نظر هؤلاء عناية هؤلاء سببا للشفاء المسيح عيسى بن مريم صلوات الله عليه يقول كما في سورة آل عمران وأبرئ الأكمه والأبرص المسيح كان يبرئ الأكمه الذي ولد أعمى كان يبرئ الأبرص ويحيي الموتى بإذن الله هل تستكثر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله أفضل من عيسى المسيح قطعا هل تستكثر عليه ذلك وهل تستكثر على بضعته ذلك فاطمه بضعه مني روحي التي بين جنبي ام ابيها انا اعرف كثير من الافراد توسلوا باهل البيت بعد سنوات الله سبحانه وتعالى كشف ما بهم من كارم هذا الرجل عاد من ذلك البلد وهو محطم الفؤاد وكان يناجي مولاته فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ويقول لها وهو في الطريق الأطباء ردوني ولكن هل تردينني أنت أيضا الباب الطبيعي اغلق ولكن ابواب الغيب لا تغلق يقول هذه الكلمات طوال الطريق ويبكي عاد الى وطنه ولم تمض فتره واذا بمعالم الحمل تظهر على زوجته وولدت طفلا سويا من هذه القضايا وامثالها بالمئات وبالالوف توجد في بطون التاريخ وفي الواقع القائم الحاضر عندما جاء الوباء الى كربلاء وقد ذكرت هذه القضيه في مقام اخر ولم يبقى هنالك بيت في كربلاء قبل ربما حوالي مائة عام إلا ودخله الوباء ولكن كان هنالك بيت واحد في كربلاء لم يدخله الوباء وكان يشار إلى هذا البيت ويقال إن هذا البيت هو البيت الوحيد الذي لم تخرج منه جنازة بعض البيوت انتهى الأفراد الذين كانوا فيها لم يبق منهم ولا واحد ولكن هذا البيت هو البيت الوحيد الذي لم تخرج منه جنازة هذه الكلمة كانت مشهورة لأنهم في كل يوم كانوا يتوسلون بالصديقة الزهراء صلوات الله عليها وأبيها رسول الله صلى الله عليه واله وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين. طبعاً هذه التوسلات، هذه المجالس، هذه المآتم، هذا التوجه طبعاً له آثار كبيرة في حياة الإنسان، في ذرية الإنسان، في آخرة الإنسان في مختلف النواحي في هذه الأيام أيام جمادة الأولى وأيام جمادة الثانية ينبغي أن نحتفي بذكرى شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لا تضعوا حدا، وإنما حاولوا ولنحاول أن نبذل كل ما في استطاعتنا لهذه الصفوة المباركة التي جعلها الله تعالى الوسيله اليه، وامرنا جميعا بان نبتغي الوسيله اليه تعالى، وابتغوا اليه الوسيله، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح 背。